فيه تطابق وجهة النظر في التعاون الاقتصادي، بالأخص أن إيطاليا معروفة باقتصاد متكون أساساً من مؤسسات اقتصادية صغيرة ومتوسطة، وهذا ما نصب إليه نحن في الجزائر كذلك، وهذا ما يجعلنا متفائلين عند اجتماع اللجنة العليا للبلدين أن نخرج بنتائج إيجابية وحقيقية وميدانية فيما يخص تعزيز الصناعة الجزائرية، بالأخص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. العلاقات الإيطالية الجزائرية هي علاقات متينة وقديمة العهد، وهي علاقات استراتيجية، ونحن نريد أن نعمل على تعزيزها وتمتينها. تحدثنا كما قال سيد الرئيس عن الاقتصاد والانتعاش الاقتصادي الذي نشهده الآن بعد هذه الجائحة. نود أن نوسع نطاق التعاون بيننا ليشمل مجالات وقطاعات أخرى غير القطاعات التي نتعاون عليها فيها تقليديا.